رفع الطبيب عن إيران سيد العميد توفيق ديدي. والحرس الثوري الإيراني المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يقول إن طهران لم تبقي أي اعتداء على الأهداف الإيرانية دون رد، وأنه يجب على من وصفه بالعدو أن ينتظر الردود المدروسة في وقتها المناسب. يضيف المتحدث باسم الحرس الثوري أن القادة العسكريين سيأخذون جميع الأمور بعين الاعتبار ويتخذون قرارا مدروسا ودقيقا، وأن إجراءاتهم ستكون مؤثرة وستغير حسابات العدو. كلام استراتيجي من الصنف الأول. الاستراتيجي الحقيقي هو الذي يشتغل على الفرضيات. يعني كما شطرنج لما العدو يحرك قطعة أنا أحرك قطعة يعني للتغلب عليه. إذن ما يحدث الآن هو ظهر أن إيران وضع فرضيات. الفرضية الأولى يجرحوا للسلم وتم العملية بسلام ونسترجع معناها استقلال غزة ويخرج العدو، ويعني تدخل المعونات ونبدأ في إعادة الأعمار، وربما نفكر حتى في حل دولتين ولا في حل جذري نهائي للقضية. هذه الفرضية الأولى. وقتها رد باش يكون على قد يعني هالفرضية هذه، باش يكون رد خفيف يعني، ورد معناها رمزي أكثر منه أي شيء لعدم إفساد معناها ما سيتم الاتفاق عليه. خاطر ثم الأهم قبل المهم، الأهم ساعة ننقذوا الأرواح وننقذوا معناها ونسترجعوا غزة ونسترجعوا معناها الكيان ولا الفلسطينيين بصفة عامة يسترجعوا أرضهم وننساو هالملف كله. أنا متأكد اللي أنا قلت غزة راهي ستصبح منارة في الشرق، هذا متأكد منه عاجلا أم آجلا. هذه فرضية أولى. فرضية ثانية، راوغوا ويعني كما قاعد يحدث الآن، وأصبحت صفقة أمريكية إسرائيلية، ما عادتش صفقة ما بين يعني المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني، أصبحت كأنه يتفقوا يعني ضغط أمريكي على نتنياهو الذي يماطل، وكل عادة نفس السيناريو. إذن هنا يعني يمكن أن نتوقع يعني بالحق حرب شاملة، لأنه باش يكون رد قاسي جدا من جميع مكونات محور المقاومة. هذا أكيد، هذه فرضية ثانية في حالة والأمريكان يعرفوا الشيء هذا، أنه يربحوا في الوقت لتمكين قواتهم 40,000 جندي للتموقع، الإسرائيليين يعني إعادة انتداب جيش الاحتياط التحضير. ليش يربح الوقت؟ شفت كل واحد فيهم يخدم على فرضيات، لكن الأكيد أنه ما تبقى للمحور المقاومة هو الميدان. الميدان جايين محور المقاومة باش نحكي معك سيد العميد. وماذا تقول المقاومة في هذا وكيف سيكون ردها؟ لكن نرجع لك دكتور رفع طبيب. السيد العميد قال الرد سيكون قاسي، سننتظر حربا أشمل وأكبر. بيه قاعدين نشوفوا كيف تتأهب وحالة الاستنفار في الكيان العدو، وكيف تتعامل أمريكا مع ما سيحدث. لكن أنا سؤالي، كيف تتأهب منطقة الشرق الأوسط لما بعد الضربة الإيرانية المدروسة كما يصفها الحرس الثوري الإيراني؟ يعطيك الصحة. وعندما يقول مدروسة راهو مش معناها درسوها كان عسكريا، راهو درسوها عسكريا وسياسيا وما يمكن أن يكون له هو مع علاقة بوضعية الشعوب اليوم في هذه المنطقة. وهناك دراسات اليوم متأكد أنه راهي المنطقة اليوم على صفيح ساخن، خاصة الشعوب العربية الموجودة في البلدان التي التزمت الصمت. وراهو فما إشارة كانت قوية جدا صارت الأسبوع الفارط، وكانت تهم الشرق، لكن نحن معناها لهنا ولا حتى على مستوى معناها الدول الأوروبية والغرب عموما ما فقوش بها، اللي هي تلك الملاحظة التي جاءت على أحد الناطقين باسم حماس، الذي قال كلمة قوية جدا. قال يا علماء الأمة لقد خذلتمونا بصمتكم المتواطئ. تعرف المسألة هذه شنية أهميتها؟ يعني كل ذلك الجهاز الدعائي الذي تمتلكه الدول من ظفرين، معناها الكيانات العربانية، والتي بفضلها تمكنت من جعل هذه الشعوب لا تتحرك. رأينا حتى قاعدين نحكيه هنا في تونس، خاطر معناها في الجوامع متاعنا الناس قاعدة تدعو لفلسطين. لعلمك أستاذتي لا يدعى لفلسطين في الجوامع متاع المشرق، وعندنا معنا ليست متاع حتى شيوخ بالظفرين قالوا نحن في نفس الخندق احنا واسرائيل.
راهو فما اليوم معناها مشكلة كبيرة بالنسبة لهذه الدول التي دخلت في عداء كبير للمقاومة وكانت معملة على إسرائيل أنها تقضي على هذه المقاومة ويخرجوا هما ويعلنون أنهم انتصروا مع الكيان الصهيوني على هذا المد المقاوم في المنطقة، ولكن هذا لم يحصل، بل أكثر من ذلك اليوم بدأوا يحسوا أنه فما تحركات في بلدانهم. وأمريكا تقرأ حساب الشيء هذا لأنها تعلم جيدا أنه أي حرب إقليمية مش معناها تكون فقط ضربات إيرانية هكاك معناها عامة، لأن المرة هذه رأوا حسب الكلمة اللي استعملوها الأمريكان يقول لك نحن نخاف على ضرب ما يسمى بالهاي فاليو تارجت، يعني الـ 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 الأهداف ذات القيمة العليا. هذا اللي خافوا منه راهم تو، ما عادش يخافوا أنه تضرب معناها في مناطق هكا معناها مسيبة، لا تضرب معناها في مناطق يمكن أن يكون لها تأثير على المستوى الاستراتيجي في داخل الكيان المحتل. وإذا عجزت أمريكا أنها ترد الفعل بالشكل المناسب على هذه العمليات، يمكن أن تحرك بعض الجماهير في بعض المناطق التي صمتت طويلا. وراهي الشعوب خلافا الأنظمة ديما عندها نفس القانون متاع التحرك، تقمعها بشكل كبير تنفجر بشكل كبير. احنا راهو في المنطقه نتاعنا في المغرب العربي نتحركوا، في المغرب، في تونس، في الجزائر، في تحركوا الناس في ليبيا، في موريتانيا الى اخره، ولكن راهو في البلدان الاخرى يتم سجن الناس لانهم عاش. انا فما واحد عمل عمره معناها فهمني على روح معناها الشهيد معناها ابو العبد اتشد في السعوديه ومازال مشدود اليوم هذايا، معناها مهندس عراقي استاذ معناها جامعي عراقي. باش تعرف الى اي حد راهو هذا الضغط الذي قاعد يصير في هذه الدول قد يتحول إذا ما انطلقت الشرارة الأولى لهذه المواجهة الكبرى إلى تحولات كبرى في الشرق الأوسط. سيد عميد، نرجع لحماس ومحرر الشؤون العربية في صحيفتها إرتس العبرية يقول أن حركة المقاومة الإسلامية حماس ترى فخا في أحدث مقترح لوقف إطلاق النار بعدما تبنت الولايات المتحدة موقف الكيان، وأن رد الحركة ورد كتائب القصاب على ما يجري في غزة قد يكون استئناف العمليات الانتحارية. يقول بأن حماس يعني خياراتها القادمة ستكون عكس أو مخالفة لخيارات 7 أكتوبر. بالطبع والمؤشر انفجار اللي وقع في تل أبيب، لأنه بيتم نقل الحرب الآن إلى قلب تل أبيب، وهذا يعني ما يخاف منه. هذا هو دليل على أنه نتنياهو هي حرب نتنياهو، ليست حتى حرب الكيان الصهيوني، أصبح حتى اليوم حرب نتنياهو الذي بفضل لايباك وبفضل يعني شراءه لذمم السياسيين الأمريكيين أصبح يتحكم في السياسة الخارجية الأمريكية. اليوم ماذا يريد نتنياهو؟ يريد صفقة لتحريرها أن فقط وإبقاء على جنوده داخل غزة في محور نتساريم وفي محور فيلادلفيا، ويعني التحكم في حياة الغزاويين من معناه بإدخال الماء والكهرباء ويعني والتغذية إلى آخره. إذن هذه الصفقة، ولم تفلح أمريكا في إقناع نتنياهو بأن الوضع أصبح خطيرا. شفت الأمريكا هي في مأزق كبير بين الكلام كان يقول فيه الدكتور رفعت طبيب انفجار الوضع، ولا أحد يمكن أن يتوقع ما سيحدث. يعني نحن اليوم أمام امتحان كبير يوم الجمعة المقبل، بعد أن دعا يعني دعت محور المقاومة والفلسطينيين دعاوا إلى يوم جمعة يوم غضب في العالم العربي، سنرى ماذا سيحدث. لكن اليوم كما قلت لك أمريكا في مأزق، جات بين توسع الحرب وعواقب غير محسوبة وقد معناها تغير شكل المنطقة تماما، ولا أحد يعرف قيمة الرد ومن أين سيأتي، ماذا سيكون رد فعل الجيش اليمني، ماذا سيكون رد فعل المقاومة